مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه على بعد شهرين من انطلاق كأس العالم 2022 بقطر نشر موقع فيفا وورد كاب على صفحاته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي خريطه كامله للمغرب تضم الصحراء المغربيه، ونشر موقع الفيفا خريطه الدول الافريقيه الخمسه التي ستمثل افريقيا في كأس العالم قطر 2022، وسيشارك في هذا المونديال الى جانب المغرب اربع منتخبات افريقيه وهي تونس والسنغال والكاميرا وغانا وتعتبر هذه المشاركه هي السادسه في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي في كأس العالم كانت الأولى في عام 1970 والأخيرة في عام 2018 بحيث وخلال مشاركته هاته خذ منتخب المغرب 16 مباراة في كأس العالم فاز في اثنتين وتعادل في خمسه وخسر تسع مباريات. نشكركم على حسن المتابعه. الى اللقاء